في المود ديال الخلاف صراحه، ولكن شوف ماتش ماشي سهل، لاعبين مع فرقه كبيره كالبورتغال، مي ان شاء الله زعما نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني وان شاء الله يفرحنا يا ربي في هذا الماتش. ان تبارك الله حتى هما لاعبين سواء هذا الماتش سواء الماتشات كاملين لاعبين بواحد المستوى فريمون عالي بزاف. نتمنوا يا ربي يفرحوا المغاربه وحنا معاهم وكنشجعوهم، ويا ربي يكون خير بشويه يعني. هذه الكره كتبقى زهر. وي اللعب حتى هو المزيان كيدخل من ضمن انك انك تربح، لكن انا ديما كنقول ان الكره زهر، الكره حظ. را ميسي زقل بيت اللي كان غادي اهله، كان غياهل بلاده. ضربه جزاء كانت بزاف، سورتو هاد كاس العالم شفنا بزاف تاع المفاجات، بزاف ديال الحوايج اللي ما توقعناهمش، بزاف تاع الفرق اللي كنا كنرشحوهم لانهم زعما بيننا وبين راسنا كنقولوا هادو راهم واعرين غيوصلوا خسروا. فهذا كيعني ان يعني الكره حد، وان شاء الله المنتخب المغربي يكون قدها يا ربي.